Four pointed charges are fixed in place at the corners of a square as shown in figure. Assume Q1, Q2, Q3, and Q4 مديني قيمهم وال A اللي هو السايد اوف ذا سكوير 10 سنتيمتر. Find the electric force vector in Q1 due to Q2 في بينهم attraction وبالتالي force هتروح جهة ال Q2 هنسميها F2 ده تأثير ال Q2 على Q1 ناحية تانية هيكون كده بس احنا عايزين التأثير على Q1 ونتيجة Q3 اللي هي positive مع positive يتخاصموا مع بعض فيتنفروا يبقى ادي تأثير Q3 على Q1 F3 وبعدين عايز الماجنتيود ان دايركشن للنت. طب نبدأ بالبارت A هنقول F2 تساب K Q1 Q2 الار اللي بينهم وبعدين نحلل زي 45 درجة هيبقى كوساين 45 اي وساين 45 جي نحط الترقية بتاعتنا الكيو واحد بعشرة نانو واتنين بعشرين نانو والكي صاحبتنا والار واحد اتنين هي بوينت ون يبقى بوينت ون جذر اتنين بوينت ون مع بوينت ون تحت الجذر التربيعي في ذا هورس ودي كل واحدة جذر اتنين واحدة على جذر اتنين فوق تسعة في عشرة في عشرين يعني ميتين في تسعة عشرة سالب تسعة واحدة راحت مع واحدة على بوينت ون سكوير على اتنين طلع رقم الرقم ده هضربه مرة في كوساين 45 ومرة ساين الاتنين نفس الشيء يساوي 63.6 عشرة سالب ستة اي ونفس الشيء جي لأن الساين والكوساين لل 45 نفس الشيء والوحدة نيوتن ده البارت A البارت B ال F نتيجة الشحنة تلاتة كي كيو واحد كيو تلاتة على ار اللي بينهم واتجاهها في الماينس اي يعني صفر ماينس واحد اي وصفر جي الكيو واحد عشرة الكيو ثري برضو عشرة والكي خلاص عارفينها والار واحد اتنين اللي هي الايه 90 900 10 سالب تسعة تقسيم بوينت وان سكوير بس خلاص ماينس 90 لان هنا في ماينس 10 سالب 6 اي وزيرو جي والوحدة نيوتن عايز الماجنتيود والدايركشن الاول نجيب اف نت لا بعدين نجيب اف نت كماجنتيود والثيتا الاف نت نجمع الاكس مع بعض والواي مع بعض يديني في اتجاه الاي عندي 90 بالموجب لا بالسالب وتلاتة وستين بوينت ستة يعني سالب 26.4 اي وصفر مع 63 جي كل ده هسميه مايكرو نيوتن يعني مضروب في 10 سالب 6 خدت ال 10 سالب 6 مشترك بره تبقى مايكرو نربع ده ونربع 63 اداني 69 مايكرو نيوتن ازاي في الربع الثاني
اللي مش عارف نرسم له سالب وموجب. سالب شوية وموجب كتير كده كده، يبقى دي المحصلة. ادي اف نت، والزاوية اللي هي 90 زائد حاجة مثلا 30 ولا حاجة، 120 او حاجة كده يعني. نقول 63.6 تقسيم 26.4 شيفت تان. الزاوية دي اللي حسبتها اللي هي 67 دي، نطرحها بمية وتمانين تطلع زاوية 112.5، 113 درجة. يبقى المحصلة 69 مايكرو نيوتن أو 69 × 10^6 نيوتن. وأدي الزاوية مع اتجاه المحور الإكس أهو، تعمل زاوية القيمة دي عكس عقارب الساعة.